الإسلام خصو يجوي مراته يفرح بها وهي ماش هي تايتفرح بيه. الرجل الصالح هو يكون مزيان ويربي وليداته مزيان ويقريهم. أنا بالنسبة لي الإسلام كدين كمود دو في، حيتاش الإسلام ماشي غير روحانيات ولكن هو أيضا عنده علاقة بطريقة ديال كيفاش كنعيشو وكيفاش كنبغيو نشوفو الحياة ديالنا. دونك الإسلام على حساب كل واحد كيفاش كيشوفو يقدر ينتربريتيه براسو. الإسلام واحد الديانة اللي هي معقدة جدا، اللي هي طورات شحال هادي. الإسلام واحد الديانة اللي عندها 1400 عام، يعني واحد بزاف ديال الأعوام وبزاف ديال التغيرات، وعلى حسب المكان وعلى حسب الزمان وعلى حسب بزاف ديال الحوايج. يعني الإسلام ماكاينش إسلام واحد، كل دولة عندها مذهب مختلف، دونك عندها نظرة مختلفة على الإسلام. أنا شخصيا كنأمن بالله عز وجل، كنأمن بالإسلام كدين ديالي، كنحاولوا باش نهلسوا الذكورية اللي توتات لينا في الإسلام. مثلا عندنا مسجد اللي كنصلوا فيه مجموعين، كنصلوا فيه كويرز نساء رجال، كيكون فيه الامامه للمراه، كيكون نقاش بيننا انه ما كيكونش السيطره وكيكون فردي على شي فكره، كيكون ذكر مع بعضياتنا، كيكون نقاشنا على الفن النسويه والاسلام كيفاش نفككوا الابويه من داخل ما يمكن نقدر نقول ليه بحال المولود الاسلامي. حيت كاين فرق بين العقيده ديالي انا لله عز وجل، الايمان بالله او الايمان باركان الايمان، وكاين داك الشيء اللي مولود من الثقافه الذكوريه، وداك الشيء شي اش كنحاولوا نفككوه باش الاسلام يكون ديالنا كلنا. انت ماشي راجل. انا ماشي راجل. رجل رجل منذ الطفولة. هذا ولد امه. كل راجل صح. انا راجل واجب. راجل كلمة. رويجل. ماشي راجل. رويجل. رويجل ما راسك. الرجل منذ الطفولة. ساس رجل. ساس رجل. الراجل كلمة. انا راجل كنبكي. انا راجل كنبكي. انا راجل كنبكي. ماشي رجولة. بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة. نص ديال المغاربة رجال. تقريبا. أغلبيتهم مسلمين حيث المغرب بلاد ذات أغلبية مسلمة، حيث الدستور المغربي كيقول بلي الإسلام هو دين الدولة. داكشي علاش فماشي رجولة كان مهم نناقشوا الرجولة في الإسلام، كان مهم نعطي الكلمة الإسلام كيعاود نظر في الرجولة. إسلام لما كيستعملش راسه كوسيلة لكتم أصوات النساء والمستضعفين. كان مهم نسولوا الناس اللي معانا في هذا العدد على شنو هي الرجولة في الإسلام، واش الإسلام دين رجولي. كان مهم نلقى في الهضرة ديالهم ولو درة من الإسلام ديال جدي الحنين اللي كان كيقول دينك هو قلبك، ونفهم شنو اللي يقدر يخلي أستاذ ديال التربية الإسلامية يقسم القسم لجوج ديال الصفوفة، صف ديال الأولاد وصف ديال البنات. قصة واقعية. حاشا في العدد ديال اليوم واش نكونو كنحاكمو الإسلام. في العدد ديال اليوم كنحطو تحت المجهر سلوكات ذكورية، سلوكات سامة ديال بعض المسلمين اللي كيمارسوا العنف الوصاية والظلم باسم الدين، باسم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، باسم اهجروهن في المضاجع واضربوهن، باسم فمتنا وثلاث ورباع. كنسولوا النسوية المغربية أسماء المرابط شنو هي الرجولة في الإسلام، وش من نوع ديال الرجال كان بي. كنسولوا الإمام محمد لودوفيك زاهد على الإسلام الشمولي. في الحلقة شهادات المسلمات ومسلمين يشوفوا الدين بكل ألوان الطيف. ماشي رجولة، بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة. في الجزء الأول ديال هاد العدد كنستضفوا الدكتورة والنسوية المغربية أسماء المرابط. أسماء المرابط طبيبة كاتبة وباحثة في شؤون ووضعية النساء في الإسلام. النسوية بالنسبة للمرابط هي جمع مؤنث سالم، والنسوية الإسلامية هي واحدة من هاد النسويات المتنوعة والمتعدة. سولنا الدكتورة أسماء المرابط على شنو هي الرجولة، على شنو هي الرجولة في الإسلام. Tout d'abord, je vous remercie encore pour cette invitation qui m'honore. Alors, la masculinité en islam ou la mouchtama islamique, c'est intéressant de voir toujours les origines sémantiques parce que qui a été un afaq akhra. Ça n'a pas d'abord اولا في الاصل الدلاله ديالو يعني comme origine sémantique في العربيه هو جاي من رجل، والرجل هذا لو تيرم هذا حتى هو جاي من رجل
qui est jambe, donc وترجل ça veut dire marcher sur ses jambes يعني مشى على رجليه بدون مساعده. Donc le sens ديال ترجل c'est compter sur soi, c'est يعني الاعتماد على النفس. Et de là كنشوفوا بان هذا لو terme de rujula qui signifie en fait l'autonomie, l'indépendance, savoir compter sur soi, avoir une forte personnalité, يعني استقلاليه الفكر الذات, الاعتماد على النفس, تكون عندك واحد الشخصيه قويه ومستقله واراده قويه ورؤيه واضحه في الحياه. هادو كلهم صفات يعني قيم لا علاقة لها بالجنس, عندها علاقة بالفالور انترانسيك, صفات جوهرية ديال الإنسان والمعاملات ديالو الاجتماعية. أوسي بيان لوم كو لا فام كتكون عندهم هاد الرجولة وهاد الصفة هادي. دونك امرأة أو رجل كإنسان كتكون عندهم هاد الصفة هادي, صفة إنسانية دونك ماشي صفات رجل كالذكر. دايوغ في الأقوال الشعبية عندنا ملي كنشوف واحد المرأة يعني شجاعة وقوية بزاف الناس كيبداو يقولوا إوا هذه مرأة بمية رجل. ما نكذبش عليكم أنا في الأول كنت كنزعج من هذا الكلام, لأن بالنسبة لي كانت بحال لي لا أون انتيريوريزي لو باترياركا, يعني كنكرسوا واحد الفكر الذكوري. أغنو ملي كيتعمق الواحد في المعنى ديالها كنشوفوا بأن راه هذا معنى صحيح, يعني هي صفة, صفة الرجولة اللي هي صفة إنسانية ماشي صفة الذكر. اللي خصنا نعرفه هو ان في الاسلام يعني وخصوصا في القران لانه هو المصدر دونك سي لوريجين ديال الفكر الاسلامي كله والحضاره الاسلاميه, هذه الكلمه ديال الرجوله بالذات ما موجوداش. الاصل ديالها هو اللي موجود, يعني رجال او لا رجل غادي يكونوا عندهم واحد المعنى ديال النوع المقصود ديالهم هو الذكر. وفي المقابل عندنا النساء, ولكن عندنا اوسي لو كاليفيكاتيف يعني الصفه الشامله ديال الرجال كيدخلوا فيها النساء والرجال. دونك كتبقى صفات بحال الفضل, بحال لا جينيروزيتي, بحال الطهارة, لا سانسيريتي, الصدق, بحال الالتزام بالاشياء, الرشد, الشهامة, كرامة, التضحية, لو سونس دو ساكريفي. هادو كلهم صفات يعني كيهضر عليها القرآن وداخلين فيهم كرجال وكيداخلين فيهم الرجال والنساء. وهذا باتفاق حتى العلماء ديال التفسير كيقولوا هذا الشيء. والسكيا انتريسون هو لانك تلقاو مقابل الرجل امرؤ اللي كيجي من المراه هي لا فام. امرؤ هو رجل او لا بشر او لا انسان دون لو سونس جلوبال اتر هومان. ومن هنا كيجي عاوتاني حتى ديك لو كونسيبت ديال المروءه. المروءه سي اون ايتيك مورال ديال لا جينيروزيتي, ديال الشهامه, اخلاق شامله. وكنقولوا رجل ذو مروءه دونك سي ان تيرم كي بروفيان دو لا فيمينيتي, ولكن هو بنفسه عنده واحد الدلاله شامله. وسي انتريسون نشوفوا ان الرجوله والمروءه فينالمون هما صفات لإنسانية إيجابية. مالوغوزمون هاد المفاهيم كلها ولات بحات يعني خاطئة في المحيال العربي الإسلامي. إلا فيدي هاد الكونتوني ديال لو سونس دو الرجولة البوزيتيف سي اون فو الإيجابية أصبحت معناتها في التقاليد وفي العرف ولا عندها واحد المدلول سلبي, يعني سلبي اللي هو il se traduit دائما بلا فورس فيزيك, القوة العضلية, لو بوفوار ايكونوميك, السلطة, جميع أشكال العنف. الإنسان عنيف هو عنده الرجولة, إلي أغريسيف يعني غليظ, عند واحد لا دورتي دو كور قاسي, القسوه, لا سنسيبيليتي, فوالا هادو كلهم يدكري الرجوله. خصنا نعاودو نكرو بان هاد وصفات كل هذه الرجوله لا وجود لها لا في القران ولا حتى في الحياه اليوميه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. كلها هاد الصفات ديال العنف, ديال القساوه, ديال القوه, ديال النفوذ, كلها صفات انا كنعتبرها صفات الرجوله السلبيه اللي ماشي موجوده في القران. وكثر من هادشي كتناقض مع الاخلاقيات, مع ليتيك دونك كوراني ولا بروفيسي ولا بيداغوجي ديال لو بروفيت. اشاره هنا مهمه جدا هو انا جو بونس كو ايليا يو واحد الخلط خطير جدا ما بين المفهوم ديال الرجوله والفحوله, اونتر لا ماسكولينيتي اي لا فيريليتي. وهذا الشيء اللي وقع يعني مع عبر التاريخ ديال الحضاره العربيه الاسلاميه. اي دون سو كونتيكست كنصحكم بواحد الكتاب كي تري تري انتريسون, سولي دو ناديا تازي سوسيولوغ دونك ا باري, اللي كتبات هذه عامين واحد الكتاب مهم جدا سميتو لو جونغ انتريتابل بوليتيك دو لا فيريليتي دون لو موند مسلمان, اللي كتوضح فيه وكتميز بيه ما بين لا ماسكولينيتي اي لا فيريليتي وكيفاش وقع هذا لو غليسمون سيمانتيك وفي السياسات ديال العالم الاسلامي. دونك هذه الفحوله بعدا هي لا فيريليتي سي ان تيرم كيتاب سون القران مفهوم غايب ما كنلقاوش, ولكن في العربيه في المفهوم الاجتماعي ولا بروش سوسيولوجي دايوغ حتى في الغرب شنو هو المعنى ديالو. لا فيريليتي سا توجور ايتي اون كونوتاسيون سيكسوال, c'est la force sexuelle, la domination sexuelle, la rudesse physique. دائما عند واحد المعنى ديال الجنس, ديال القوة الجنسية الجسدية, الطاقة, السيطرة, التفوق اكسيسو على النساء. هذه هي مفاهيم اللي تدل على لا فيريليتي واللي تخلطت مع الرجولة وصبحت يعني بالنسبة لي هذه الرجولة اي فيريليتي دون لو سونس سيلبي. وكنعرفوا ان من زعما دائما من تاريخ الإنسانية هذه الدوميناسيون سور لو سيكس فيمينا كانت الاصل ديالها هو هذا لو ميت ديال لا فيريليتي كوم سوبيريوريتي, يعني هيمنه الرجال على النساء بهذه الرجوله السلبيه. وكانت هي الاساس ديالها تاسيس
هذا النظام الذكوري اسسوا لواحد المفاهيم هي ديال غريزيه بحال حب الحر بالسلطه القوه وتبرير عبوديه الناس جميع النساء منهم ودايوغ المستضعفين الاطفال والرجال والنساء وحتى الرجال اللي ما كيدخلوش في نطاق معايير الرجوله سي تري انتريسون دو فوار القران كينتقد الناس اللي كيديموا المستضعفين في الارض المفهوم القراني هو ديال المستضعفين في الارض هذا المفهوم الرجوله السلبيه ولا ريغيليتي الى ريبريمي هاد لي نوسيون ديال لي موتيفيتي لا توندريس لا فيبلس ناتورال لا فراجيليتي يعني تمص وبحال وقع خيس ديال هاد الصفات ديال الحنان الرقه ديال الحسيس الجميله العاطفيه البكاء وهادشي كنشوفوا حتى في التربيه ديالنا اليوميه ملي كتشوف الرجال ولا النساء كيقولوا لولادهم الا بكاو ما تبكيش انت راجل يفو كون فاس هاد لا ديستينكسيون تري دو لا فيريليتي دونك ديال اللي جات من الاول من لي تراديسيون تريبال اللي كانت دائما موجوده دونك التمييز ما بين هاد النوع ديال الرجوله السلبيه وديال القبلي اللي كانت خشونه العربيه معروفه والرجوله كصفه إيجابية ديال الرسالة القرآنية التكبر والاستعلاء والعنف هي منتقدة مع صفات الرجولة ديال القرآنية اللي روحانية سي كوم سا كو القرآن إل ديكري هاد لا دوسور ديال لا ماسكولينيتي فينالمون الرجولة الإيجابية هي سي اون دوسور كترفض لا فيريليتي وهاد ليغو دونك سي اون إليميناسيون دو ليغو هي ضد هاد النارسيسيزم كيفو سافوار سي سي كو هاد لا فيريليتي وهاد الماتشيز وهاد الرجولة يعني السلبية راه هي عندها واحد التاريخ وهي سي لو برودوي ديال واحد التراكم ديال دي موتيف بوليتيك لوميلياسيون لو ديسبوتيزم لي ديفيكولتي دادابتاسيون لا مودرنيتي وفي الحقيقة انا نقدر نترجمها بالعربية بالحقرة لا فيريليتي لو ماتشيز الرجولة السلبية كتقوى بسياسات الحقرة الحقرة الاقتصادية الاجتماعية التربوية اللي كتشوفوها في العالم ديالنا دونك اون ريزومي انا جو ديري كو الرجولة دون سون سونس اوريجينال الاولاني هو مجموع ديال الصفات اللي فيها التوازن وفيها الحلم يعني وفيها العقل العقلانية وفيها العاطفة والحنان والإحساس بالجمال للأسف الشديد كنشوفوا بأن اليوم كتعكس العكس ديال اللي تداول اليوم بأن الرجولة في المجتمعات ديالنا وللأسف الشديد وحنا كنهضروا على الرجولة كان مهم نسولوا أسماء المرابط علاش من نوع ديال الرجال كان نبي ديال الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام القرآن إلا توجور ديكري لو بروفيت كوم إتو أن إتر دو يعني لين وكينتقد هاد لا دورتي الآية اللي كيقول رحمة من الله لنت لهم أي تدو ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك زعما سي تو ايتي رود افيك ان كور دور اي سيغي انفوي دو تون انتوراج النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يكون نبي ورسول كان رجل قبل ما تجيه لا ريفيلاسيون كانت عنده هاد الصفات ديال المروءه ديال العطف ديال الحنان كانت عنده الى في توجور انكارني لا موديراسيون ان توت شوز يعني قبل ما يكون نبي ومن بعد واسس الرسول سكو بوغ ابلي ميتيك دو لارموني انتر لو فيمينا اي لو ماسكولا يعني واحد اخلاقيه التوازن ما بين الرجوله والمروءه ولا ما بين الانوثه والذكوره الا بغينا نقولوا زعما ديك الاعراف اللي كانت متداوله في ديك العصر ونعرفوها في القرن السابع عشر يعني واحد لو مون تريبال وبدوي وكان كيمثل هذا الاعتدال في كل شيء الى ايتي ان اتر انسان قبل كل شيء وكان ايبو بير اي بروفيت دونك الى سيمبوليزي ولا ريبريزونتي هذا لو موديل ديال الرجوله ان طونك سينونيم دو دوسور دو ريزيرف كانت رجوله النبي صلى الله عليه وسلم كانت معناها الحنان معناها الليانه معناها الحياء Il était très très pudique. Razana, l'adab ou tawadu. التواضع والاعتدال الا ايتي اب زوج رجل وكان كيجسد هاد الاوصاف هادي كله في حياته يعني العاديه اون فوا سي كل بروفيل ديال لي بروفيت كلهم كانوا هكذا لان كانوا اولياء الله فينالمون كان عندهم هاد الصفه ديال الزهد ديال ضبط النفس ديال العدل ديال التواضع ديال الصمت وديال السخاء ونكران الذات كنا كنقول نكران الذات اي كي سون اوجوردي ا لانتيبود متناقضين يعني مع هاد المفاهيم اللي كنفهموها اليوم ديال الرجوله اللي فيها كلها قيام العنف والتسلط والظلم بحال اللي قلنا لو بروفيت ايتي ان هوم بروفونديمون دو امبريني دايما بواحد الحزن واحد لا تريستاس علاش لان ما نساوش بانه الطفوله ديالو كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيم ايتي اورفلا ان تري جون اج وشكون اللي كان داير به الاغلبيه كانت نساء النبي كان حنين وهذا الحنان كيرجع للطفوله ديالو كيتيم لانه النساء اللي كانوا من حوله كانوا يعني كيتعاطفوا معاه وهذا هو اللي انعكس من بعد على المعاملات ديالو ولا تري بروش قريب لهاد النساء لان ما نساش هذا العطف ديالهم ملي كان صغير بحال دابا الزواج ديالو مع السيده خديجه في الاول راه خصنا نعرفوا بان اللي غيستي بلوس دو 20 عام ماريي افيك ايل وفي الوقت اللي كانت لا بوليغامي باغ اكزومبل افون لا ريفيلاسيون يعني كانت واحد الحاجه توت افي نورمال في الجزيره العربيه ولكن هو كان الى في شوازي لا مونوغامي علاش لانه كان حب ديك المراه سيتي ان غران لو غران امور دو سافي واحد الحب كبير بيناتهم
وبقى مزوج بها حياتها كلها. يعني لا جامي ايتي بوليغام افيك ال، يعني التعدد بدا من بعد، ولكن اللي خصنا نفهموا في هذا الزواج ديالو مع خديجه وهاد ليستوار دامور ديالو معها انها كانت يعني كومبليتوم vraisemblable pour les mœurs de l'époque. وحتى اليوم اللي نتصوروا معايا هذه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مع واحد السيده اللي هي اكبر منه سنا، اللي هي اللي اختبرته، اللي كانت هي غنيه وهو كان فقير، واللي حياتها كلها هي اللي غادي تصرف عليه، كانت ريسبونسابل على توت سا فامي وعليه هو وعلى الاطفال ديالها، كانت هي اللي قايمه بالمسؤوليه الماديه والبيت والاطفال. وهذا الشيء ما عمره ما نسب لرجولات النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس كان هو كيفتخر بهذا الشيء دائما. بعد الموت ديالها كان دائما كيذكر بانها كانت كتسكن به وكانت كت هذا وعمره ما نساها. دونك هذه هذا واحد المثل اللي يعني خصنا نتذكره، غالبا ما كيكون غائب في القراءه التاريخيه ديالنا. النبي اوسي ايمي لي فام كلهم او سان دون سوسيتي اللي كانت كتمجد لي زونسيتر بير الاباء. وهنا خصنا نعرفوا بان حتى القران كينتقد هذا الباترياركا، النظام الابوي. واحد الايه كتقول او لو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولكن هنا خصنا ندير واحد الفصل، يعني واحد التمييز ما بين نقد النظام الابوي الباترياركا اللي هو سلطوي وما بين البر بالوالدين. دونك في لا ديفيرونس البر بالوالدين في القران راه مهم. دونك الوالدين سي با النظام الابوي، كون اون كريتيك لو باترياركا راه ماشي اون كريتيك لي بير بحال اللي كيتفهموا بعض الوحدين شي كيحسب لهم انهم سي اون كريتيك دو ديال لي بير اي سان رين افوار. ما نساوش بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بنات، ما كانش عنده ولاد، يعني عنده جوج الاولاد ماتوا في الصغر ديالهم. دونك الى ايتي لو بير دو كاتر في اربعه البنات، وكان كيحبهم وكيقولها لهم جهرا، كيقول حدا الناس في مجتمع كان الا كنتي كتعلن على الحب ديالك ولا العطف ديالك للاطفال كيف ما كانوا دايوغ بنات سي بيغ بالنسبه لهم، بحال الا كتعبر على واحد الضعف ديالك. وفي واحد المجتمع اللي كان كيعترف بالنسب الوحيد، النسب هو ديال الذكور. اوغ الا جينا نشوفوا فاطمه الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي الان جوسكا اوجوردي هي اللي كتمثل النسب النبوي الشريف حتى الان. لا فيلياسيون اوجوردي بروفيتيك اي دو ا اون في لزوريجين ديالها سي سا في فاطمه الزهراء. افون دو تيرمينير جو سيتري عائشه باغ اكزومبل اوسي، اللي هي كانت دوزيام امور دو لا في دو بروفيت، كان كيحبها وديك الشيء سي لو غران امور ديالو ابري خديجه. علاش؟ لان كانت كتب بالنسبه ليه كنحب فيها ديك القوه ديال الشخصيه ديالها، الذكاء ديالها، الحب ديالها للعلم، سورتو باسكو هي على توجور غوفوزي لا مارجيناليزاسيون، يعني التهميش ديالها على وداش هي امراه، كيحترم فيها هاد الصفات هادي وكيحبها على وداش الصفات. كان اكبر مدافع في الحقيقه على حقوق النساء، كان كيبذل اكثر من جهده باش يشارك النساء في الحياه العامه السياسيه، يعني ويوفر لهم واحد العيش الكريم، باسكو هي زيت تري تري مارجيناليزي في ديك الوقت. يعني الى بوكو سوفير اوسي دو روجي دو لا سوسيتي دو ليبوك لهذوك لي فالور لي بغاي يركز، كان تاثر بهذا الرفض ديال هذاك المجتمع. ولكن هو حاول زعما اون با با دير كو il a pu réussir à 100% à changer la société de l'époque. Il ne pouvait pas aller plus loin que lui permettait l'époque. Mais ce qu'il a pu réaliser quand même en 23 ans de révélation, il était féministe. يصعب عليا نقول واش اللي تي فيمينيست وي او نو. علاش؟ لان هاد لي كونسيبت ايزون واحد ليستوار ليبوك ما كاينش، دونك الى ايتي تيوريزي في لا فان ديزناف ديال 20 سيكل هو المساواه ديك سون دي كونسيبت كي سون نوفو. دونك اون فاير دون لاناكرونيزم، يعني كاين واحد المفارقه تاريخيه ما كناش هذا. لكن الى بجينا نشوفوا بحال دابا حتى في لي برينسيپ دو جوستيس اي ديغاليتي هما مبادئ لي سون يونيفرسال. سي فري كو غادي يكونوا كانوا موجودين، حتى ديك الوقت كانت العدل وكانت بعد المساواه في الحقوق وديك الشيء، المساواه كتبقى في المبادئ ديالها كونيه لان في الجوهر ديالها، ولكن تغير كيبقى في التطبيق ديالها. il dépend de الزمان وديال المكان ديال لو كونتكست. الا كان الفيمينيزم يعني كيف ما كان انا كنفهمو دابا ماشي فلا تيوري ديالو فريمون اوكسيدونتال اكسيتيرا كيفاش الى تيوريزون اوكسيدون، كاين اللي فهمت انا الفيمينيزم هو انك تدافع على النساء من الظلم والتمييز، انك تطالب بالمساواه في الحقوق، بالمشاركه السياسيه والاجتماعيه، بالكرامه ديالهم، بالاستقلاليه الذاتيه. هاد المفاهيم كلها عباره كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. دونك انا نقدر نقول بان il était féministe pour les valeurs de l'époque et le contexte de l'époque. الاسلام اليوم تحت المجهر بين بعض القراءات النسويه اللي كتعتبر ان مشكل الذكوريه والرجوله السامه نابع من قلب الاسلام، وقراءات اخرى كتروج لان ذكوريه الرجل المسلم هي مذهبيه ومرتبطه بالدين ديالو. سولنا أسماء المرابط على ما كانت الرجولة الإيجابية وما كانت الإسلام الشمولي. هاد لا ليكتور اوجوردي ريفورميست والقراءة الإصلاحية النسبية والنسائية
هي اللي انكور دونك بحال اللي قلتي موجوده لكن خصنا نعترفوا بانها اللي انكور اقليه elle peut tout à fait يعني édifier des sociétés dans le respect de la pluralité du refus du patriarcat d'égalité en droit يمكنها تساهم في هذا بناء هذا المجتمع هذا في احترام الغير احترام التعدديه والتعايش ممكن هذه لا ليكتور ا بارتير دونك لا بيرسبكتيف فيمينيست كتبقى مهمه جدا دابا موجوده وبحال قلت هذه الاسماء بزاف ديال الاسماء الموجودين في العالم العربي دابا اليوم كيعملوا اكاديميات يعني سي دي اكاديميسيان دي تيوريسيان كي سون ان تران دو ترافاي يعني في جميع البلدان العربيه والمسلمه كيخدموا على هذه القراءه هذه ولكن هي كتمثل غير واحد لا كومبوزونت نيسيسير بور لا ترانسفورماسيون سوسيال هي مهمه ولكن هي جزء من الاصلاحيات الاخرى لهذا النظام الابوي اللي هو بحال اللي كنعرفوا متعدد المصادر زعما الباترياركا اي ملتي فاكتوريال راه هي با غير سوسيال وكولتوريل الى بوليتيك الى ايكونوميك اكسيتيرا سي فري كو في هذا النظام الابوي عندنا واحد لا ديمونسيون ديال لو ريليجيو ديال البعد الديني اللي فيه مهم فيه بزاف الي تري برينيون كيكون ديك جو ديغي لا ترام كومون واحد النسيج المشترك اللي كيتراكم فيه او لا سانتركال سانتركال ديك جميع المصادر ديال لا مساواه اللي كنعرف سي لو بوين دو ديبار واخا كاين لو باترياركا بوليتيك ايكونوميك اكسيتيرا المصدر ديالو كيبقى واحد القراءه الدين اللي كتجان كتعطي التبرير لي ديسكريميناسيون هي اشكاليه في الحقيقه معقده مركبه ولكن لهذا لابد من المقاربه تكون واحد المقاربه متعدده الاطراف باش نقولوا بان هذه القراءه بوحدها هي اللي غتحل المشاكل كلها كيمكن لها تكون كليد ليكتور يعني اداه لقراءه النصوص بوغ ديكونستروير كنقولوا حنا ديكونستروير هي التفكيك هاد لو غران نومبر ديال لي انتربريتاسيون ديال التاويلات والتفاسير اللي تراكموا في التاريخ الاسلامي وعطاو هاد الستيريوتيب هاد لي بريجوجي هاد الاحكام التمييزيه اللي منتشره اليوم باسم الدين واللي تراكمات في الفكر الاسلامي اليوم لوبجيكتيف ديال هاد القراءه النسائيه والقراءه الاصلاحيه هي دو ريكونستروي يعني ماشي غير ديكونستروي اون ديكونستروي اون ريكونستروي كنعطيو بدائل اي سورتو كنحاولوا نحرروا العقليات سي اون ليبراسيون اداه للتحرر علاش خصنا نتحرروا من هاد القرون ديال لا ريبريزونطاسيون نيجاتيف ديال لو فيمينا او نون دو ساكري يعني التحرر من هاد التمثيليه السلبيه ديال النساء باسم الدين اللي موجوده اليوم في كتب التفاسير والفقه الاسلامي اللي هي خصنا نعترفوا ونقولوها بصراحه هي مجرد اقوال ديال فقهاء وعلماء كنحترمهم ولكن كتبقى اجتهادات بشريه تحترم ولكن ليست بمقدسه alors que اليوم حد ساكري في certain courant de la pensée islamique خصنا نرجعوا لديك المفهوم ديال الماسكولين والفيمينين وديال الرجوله الايجابيه نرجعوا لهذيك لا سيمبوليك اوريجينال ديالها شنو هي اللي هي لارموني لارموني الانسجام والتناسق وماشي التناقض بحال اللي كنعيشوه اليوم كتبقى لا كيستيون دي فام في الاسلام ولا في لي سوسيتي هذا لو مايون فابل انا كنعيط دائما لو مايون فابل في الاستوار ديال الاسلام الحلقه الضعيفه ديال لي كيستيون سور الاسلام لانه كنعرفوش ندافعوا عليها كندافعوا عليها بان الاسلام اونور لي فام بان الاسلام كرم المراه اكسيتيرا هذا سي فري الاسلام كرم المراه وكرم الرجل كرم الانسان وكرمنا بني ادم ولكن حنا او كور دو ليستوار اون ديفواي يعني فقدنا هذا المعنى الاخلاقي العميق والممارسات الاجتماعيه اللي كاينه اليوم في المجتمعات الاسلاميه يعني كتبرهن على النقيض هادشي اللي كنقولوا مالوغوزمون يفو ريكونيتر كو هاد المراه المسلمه الا بغينا نقولوا المراه المسلمه كوكو جو نيم با بوكو اوتيليزي المراه جو بريفير بارلي دو النساء اون جينيرال المهم المراه المسلمه الا جينا دي فاصون تري كاريكاتورال نقولوا بانها كتبقى رهينه ديال السياسات التمييزيه متطرفه من جهتين من جهه هاد الاسلاموفوبيا جلوباليزي موندياليزي اللي ولات ديكومبلكسي كنقولها انا جات واحد اليمين متطرف المعولم ومن جهه اخرى هي عاوتاني راهينه والي فيكتيم يعني ضحيه لواحد الممارسات ديال واحد التدين الاسلامي متطرف خطاب تمييزي يعني النساء اللي هو موجود ما يمكنناش ننكروه انا اللي كنقول بو ريزومي لا شوز بور نو با لي بلوس فو دي زور اي دي زور باش نهضروا على هاد الظاهره الاسلاموفوبيا وهادشي ديال لو فوار ديال لا بوليغامي وفاش دونك سي تري 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 كومبليكي تري سنسيبل مي مو سو كو جو دي سوفون سي كو الا بغينا اون فو بوتي كونتر الاسلاموفوبي يعني سي دابور فير نوتر اوتوكريتيك نقدات الا بغينا نواجهوا الاسلاموفوبيا سي اوسي أنه نقبلوا أنه قبل ما نواجهوا هذا الإسلاموفوبيا نواجهوا أنفسنا ما يمكنش تكون عندنا واحد المصداقية إلا ما درناش واحد النقد ذاتي ونراجعوا العديد من الإشكاليات اللي في المقاربة الدينية ديالنا راه ما غيمكنش دونك خصنا واحد الإصلاح يعني عميق
المفهوم ديالنا ديال الدين، التدين، المقاربة ديالنا ديال الدين، لأن بالنسبة لي هذا هو الحل، هذا هو الرمال اللي كتهضر عليه. بارتي دو رمال هو النقد الذاتي، المراجعة الذاتية قبل الاتهام الآخر، وهذا كيشكل واحد نوع، يعني سي اون بارتي دو رمال لمواجهة الإسلاموفوبيا. enfin c'est ce que je pense humblement. الرجولة بطوابها بأدبها بحياها الرجال اليوم تبدلوا، وكان الرجل كان الرجل اللي كتقول فرحي والتمر ماشي فرحي والجمر. تاريخ إسلامي في وقت ديال الرسول كانوا بزاف ديال الحوايج اللي هما نقدروا نعتبروهم غير ذكورية، يعني كانوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا كنعتبروهم جديدة في واحد الوقيته اللي كان بزاف ديال القمع اوفير النساء، بزاف ديال القمع تجاه ديال الأقليات الجنسية والجنسانية، كان بزاف ديال الاختلاف. واليوم انا بالنسبة لي الدين واحد الحاجة اللي في الإسلام تقول لك لا فرق بين عجمي او عربي الا بالتقوى، الحاجة الوحيدة اللي كتفرق بين الناس ماشي هو الجنس ديالهم، ماشي هو الجنسانية ديالهم، الحاجة الوحيدة اللي كتفرق بين الناس هو التقرب ديالهم والإيمان ديالهم بالله والإيمان ديالهم بالإسلام. علاش أنه كنقول بحال هكا؟ حيتاش عادة ما كاينش فرق أو ما كاينش شي حد بين العبد والله، يعني كاين واحد لو تكست، كاين واحد النص، وكل واحد كيفاش يقدر يفهمه بطريقته ويتعامل معاه بطريقته. ماشي دين رجولي، ماشي دين عيولي، ماشي دين حتى شي حد، حتى شي واحد، زعما لا ينسب للرجال. الإسلام دين، دين ديال اي واحد ودين ديال اي حاجه. ولكن ممكن نقولوا انه التفسيرات اللي كتعطى الاسلام ولا التفسيرات العربيه هي التفسيرات ديال الائمه الرجال هيتيروسيكسيوال. خلوا الناس كنشوفوا بلي الاسلام ديما كيجي في الصف ديال الرجاله، مثلا في الارث، في الولايه، في الاحكام. حتى كنشكو واش الاسلام فعلا كما تتميز على الناس اللي ماشي هيتيرو رجاله، واش الإسلام ظالم؟ أبدا، حاشا ولله. ولكن الإسلام استعمل كما تستعمل كثير من الأديان، كثير من الأفكار باش كتخدم الصالح ديال الذكورية وديال الأبوية. مسجد الشمولي هو المسجد اللي كيقدروا يدخلوا ليه جميع الناس كيف ما كانوا كيف ما بغاو، شكو بيت الله هو بيت كبير ديالنا كلنا، ما كاينينش غير واحد الفضاء اللي هو مفتوح أو مكان، بالعكس بل هو واحد الفضاء روحي اللي كتلقاو فيه المؤمنين والمؤمنات. ما في كيفرق بيناتهم حتى شي حاجة، كيف ما خلق الله المؤمنين خلق المؤمنات، كيف ما خلق الله عقل عند المؤمنين خلق عند المؤمنات، وكيف ما الله نزل رسالة ديالو على المؤمنين نزل على المؤمنات. في سياق آخر سولنا الإمام الفرنسي لودوفيك محمد زاهد ذو الأصول الجزائرية على الإسلام الشمولي، هو اللي أسس أول مسجد شمولي في فرنسا، وكيهتم بزاف بجوهر الإسلام وتقاطعته مع القيم الكونية والإنسانية. سولناه على مكانة الرجولة في الإسلام، سولناه على شمولية وإنسانية ورجولة نبي الإسلام محمد. Quand vous entendez la plupart des musulmans, ils vous disent que l'islam c'est la paix, c'est l'inclusivité, l'universel. Sauf que dans les faits, il y a beaucoup de discriminations aujourd'hui qui sont perpétrées au nom de l'islam, de la démocratie, de la laïcité. On a du mal à s'y retrouver. Donc nous, on rappelle la masculinité, c'est une construction sociale, idéologique, au sens d'une idée, d'une représentation de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme aussi. Les deux ne se recoupent pas forcément. Et on a trop tendance non seulement à associer la masculinité toute puissante, patriarcale, à l'identité islamique, à l'identité arabo-musulmane au sens large. Et je pense que d'un point de vue alors, théologique, culturel et historique, c'est un contresens et c'est pas une réalité. L'islam en tant que tel, ça n'existe pas. L'islam, comme le dit ma collègue Dunia Bouzard, une anthropologue d'origine nord-africaine en France, l'islam c'est les musulmans, les musulmanes. Il ne tient qu'à nous d'être positifs et inclusifs dans le lien qu'on établit à ce qu'on appelle l'islam, en tant que culture, en tant que religion, pour ceux qui veulent avoir une pratique spirituelle. Pour moi, ça n'est qu'un chemin. Sharia, c'est pas une dogmatique fasciste, totalitaire. Là aussi, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, mais les arabisants savent bien que Sharia, c'est la voie spirituelle, le chemin sur lequel il faut progresser. Ça, c'est universel. Dans différentes cultures, vous avez des prophètes, des théologiens, des femmes engagées, des poètes qui parlent de ce chemin, de cette voie sur laquelle chaque être humain est placé. Victor Hugo disait « Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière ». Et je pense que c'est cette représentation positive, émancipatrice,
et pragmatique de l'islam qu'on doit construire, aussi bien quand on est un homme ou quand on se définit de manière non binaire ou peu importe. Le fait est que il faut toujours avoir cette perspective-là, la perspective que c'est nous qui construisons nos identités, qu'elles soient masculines ou autres, et c'est nous qui construisons au quotidien et de manière renouvelée, une génération après l'autre, notre rapport à l'islam qui est quelque part, comme tous les éléments culturels, qui est vivant, qui respire, qui doit s'abreuver et s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous, sinon l'islam finira par tout simplement disparaître. Quand une culture, une civilisation, quand une philosophie de vie, une religion, en l'occurrence, ne répond plus aux attentes de survie, mais aussi d'émancipation intellectuelle, économique, spirituelle des individus concernés, cette culture disparaît tout simplement. Moi, je n'étais pas vivant il y a 14 siècles, mais il semblerait, selon les traditions qui nous ont été rapportées depuis, et ce sont des faits historiques, donc à prendre comme tous les faits historiques, avec précaution. Et le fait est que la grande majorité, l'immense majorité des traditions qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, qui nous racontent la façon dont le prophète, alayhi salam, se comportait en tant qu'homme, en tant que leader, à la fois politique et religieux, certes, parce qu'à l'époque, la laïcité, la séparation des pouvoirs n'existait pas, culturellement, politiquement. Ces traditions nous rapporte l'image de quelqu'un qui était ouvert, plus que tolérant, qui était inclusif, qui accueillait chez lui des femmes discriminées, des personnes transidentitaires violentées, qui leur donnait du travail, qui les hébergeait parmi ses femmes et ses enfants. Donc voilà, je pense que c'est toujours possible. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on dira de nous dans 100 ans, dans 1000 ans? Peut-être qu'on dira absolument rien de nous, mais certainement qu'il y aura des gens qui aujourd'hui vont nous critiquer, demain le feront. Et donc, a fortiori, quand vous êtes dans la position qui est celle de la prophétie, vous avez des gens qui vous critiquent et c'est tout à fait naturel et même souhaitable. Il faut douter, il faut critiquer. Et le fait est que l'immense majorité des sources qu'on a en la matière nous font état d'un homme qui avait un rapport très apaisé à sa masculinité, qui n'était pas dans une masculinité toute puissante, fasciste, totalitaire, violente, qu'il n'imposait pas sa masculinité aux autres et qu'il ne jugeait pas les autres en fonction de leur genre, de leur sexualité ou même de leur religion. Ces questionnements sont, de mon point de vue, universels, surtout dans des sociétés globales ou en tout cas mondialisées. On se pose la question de, alors, si la masculinité n'est pas toute puissante, patriarcale et dans le leadership aveugle, par quoi est-ce qu'on peut la remplacer ? Effectivement, je pense qu'on ne parle pas assez du fait que les hommes arabo-musulmans, berbères, moyen-orientaux, africains en général aussi, sont confrontés à ce dilemme qui, d'une part, les pousse à être dans ce leadership avec des tendances, bien évidemment, aujourd'hui perçues comme fascisantes, totalitaires, autocratiques. Et de l'autre côté, on les enjoint, quand on ne les force pas tout simplement, à renier des représentations traditionnelles, culturelles dont ils ont hérité et qui ont contribué à structurer leur personnalité, leur vie au quotidien. Donc je pense que cette transition vers des masculinités plus positives et inclusives, ces transitions ont lieu à l'heure actuelle. Faut pas se décourager et il faut pas non plus discriminer les cultures non occidentales. On a un peu tendance à le faire. Surtout en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord. Mais le fait est que ces mutations ont lieu et chacun doit aller à son rythme. Et le fait est que la colonisation, bien évidemment, et puis les effets des représentations et des dynamiques politiques postcoloniales n'ont pas aidé en la matière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'il y a eu une forme de résistance dans certaines sociétés, notamment les sociétés arabo-musulmanes, africaines, indiennes. On voit que les nationalismes en Occident, mais aussi dans les sociétés postcoloniales, les nationalismes, la virilité nationale, les masculinités toutes puissantes, il y a une forme de recrudescence de ce point de vue-là, aussi parce que les dynamiques postcoloniales ont quelque part enfermé les hommes arabo-musulmans dans un choix, dans un dilemme, dans un choix impossible en fait, entre une masculinité toute puissante perçue comme traditionnelle, à tort, comme je le disais tout à l'heure, et une forme d'identité diffuse, fluide, mais pas dans le bon sens du terme, et totalement assimilée à une soi-disant culture globale, non genrée, non sexuée, non diversifiée, uniformisée et capitaliste. Fait le podcast, ça rina la réappropriation de l'expression «Mèche Rojoula». Nous avons demandé à nos invités de nous dire qu'il y a des mots de la femme. Nous disons
شنو اللي ماشي رجولة؟ السن الفقير اللي عنده الأراضي والناس كيجيبوا لي الفلوس ومشى للحج 70 مرة وكيجي أنا وكيحكم علي أنا وكيقول لي أنت تدخل جهنم وتدخل هادي وأنا ما عندي تمن ناكل هادي ماشي رجل السن الفقير. أي واحد كيحسب لي راسه كيدوب اسم الله ما بلا الموالو ما عرفتش أنا واش تقدر نقول كلمة بجدولة ولكن ما بلا الموالو الناس اللي كيستخدموا في السياسة ما رجولة ما والو زعما وكنشوفوا الأمثلة ديال شنو كيجري لنا في المجتمعات ديالنا فاش كيكون الناس غير كيسمعوا وكيتبعوا الناس كيستخدموا الدين باش كيربحوا في انتخابات ولا باش كيغمقوا على عباد الله ماشي رجولة صراحة ماشي رجولة ماشي مروءه ماشي أنوثة سات راه هادشي اللي كدير ماشي رجوله وجمع راسك وعاود النظر في راسك راه خاصنا نزيدوا القدام ونعاودوا النظر في ريوسنا باش نكون عندنا مجتمع سيف اكثر وامن اكثر les choses changent plutôt dans la bonne direction j'ai l'impression au niveau de la société civile au Maroc notamment et je dirais que le Maroc et la Tunisie dans le monde arabo musulman avec quelques autres pays mais très rare malheureusement. Ce sont pour nous tous de grands espoirs. Donc encore une fois, bon courage et Rabbi ma'akoum, inshallah. Merci Rojoula, podcast 100% مغربي اللي كيعاود نظر في الرجوله من انتاج كوليكتيف الليل بشراكه مع لا فونداسيون انريش بول الرباط تنفيذ الانتاج لي بون زوند اعداد سفيان حناني ومرجان الحمر كوتشين اي ميديا ترينين امين بوسحابه الليستراسيون زينب فاسيكي كان معكم سفيان حناني الرجوله